في إطار تعزيز التكامل مع الشركاء ودعماً لتحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية جائزة البحث والابتكار 2022-2023 للبحث عن أفضل الحلول للتحديات التي تواجهها الوزارة في قطاع الطاقة والمياه والبنية التحتية والنقل والإسكان. كشفت الجائزة عن مشاريع رائدة ومبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية وتستعين بأحدث التقنيات وتدعم استشراف المستقبل، حيث تناولت أبرز الدراسات في قطاع الطاقة موضوعات تنظيم الطاقة والتحكم في شبكات الطاقة الذكية وتحويل النفايات إلى طاقة وتطوير الجيل القادم من المكثفات الشمسية التي تنطوي على إمكانات كبيرة لتسخير الطاقة الشمسية في إنتاج الطاقة الخضراء والهيدروجين. كما أسفرت الجائزة عن معالجات غير مسبوقة لتحديات قطاع المياه، شملت استخدام تقنيات النانو في زيادة كفاءة أنظمة معالجة المياه وخفض الاستهلاك في الري والزراعة. فيما يتعلق بمجال التخطيط والتكامل الحضري، ركزت الابتكارات على تطوير معايير مبتكرة للاستخدام الأمثل للمساحات وتطبيق الذكاء الاصطناعي في تخطيط وتصميم المدن والحد من تأثير العواصف الرملية. من أهم الحلول المقدمة لمواجهة آثار التغير المناخي، تمحورت على تطوير المواد المستخدمة في الإنشاءات والطرق لتكون قادرة على مواجهة ظاهرة الجزر الحرارية والتقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، تحقيقاً لاستراتيجيات دولة الإمارات العربية المتحدة. شهدت جميع محاور الجائزة إقبالاً كبيراً من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص، الجامعات ومراكز الأبحاث والأفراد من الباحثين والخبراء والشركات الناشئة على الصعيدين المحلي والعالمي. تم تقييم المشاركات واختيار المشاريع الفائزة من قبل النخبة من المختصين الأكفاء والمهرة في مجالات الجائزة من داخل الدولة وخارجها، وبالاعتماد على معايير واضحة دقيقة ومحوكمة. جائزة البحث والابتكار دعامة للتكامل بين القطاعات المشاركة للعمل معا على تعزيز جودة الحياة ورفاهية المجتمعات. الحمد لله، أرى كل ما أرى حاجة في هذه الدولة أو في أرجاء هذه الدولة في أي جزء منها، أجد ما يسر الخاطر وأجد ما يستحق الفخر والافتخار في كافة المجالات.